بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أنا جاي أتكلم عن مشكلة كبيرة حصلت معايا في الفيات تيبو. العربية الفيات تيبو انتشرت جدا اليومين دول، وعربية اعتمادية كويسة جدا والناس كلها بتشكر فيها، وناس كتيرة اشترتها وبقت يعني منتشرة جدا في كل حتة بنمشي بنلاقي العربية دي. بس أنا حصلت معايا مشكلة في الفيات تيبو بعد 180 ألف، وفي حد تاني كلمني أو تواصل معايا حصلت معاه نفس المشكلة اللي معايا، وأنا وصلت للحل الحمد لله عن طريق الشخص ده، وحصلت معاه المشكلة في حدود 200 ألف كيلو كان ماشيهم بالعربية. فلو عاوزين تعرفوا ايه المشكلة اللي عويصة قوي اللي هي تعبتني وقرفتني وخلتني الف حوالين نفسي عشان اقدر احلها في الفيات تيبو، خليكم معايا عشان نشوف ايه هي المشكلة. رجعنا لكم تاني عشان نعرف ايه هي المشكلة اللي قرفتني وتعبتني وطلعت عينيا وخلتني صرفت فلوس كتير جدا في الفيات تيبو، وفي الاخر لقيت المشكلة حلها بسيط جدا. انا حصل معايا ايه من الاول؟ نجيب الحكاية من الاول كده خالص. انا زي ما انتوا عارفين انا بسافر بالعربية كتير وبروح وباجي وبحرق بيها كيلوات كتير جدا، تمام؟ فمرة واحدة وانا مسافر كده لقيت المشكلة عندي في العربية ان انا مش عارف اقرص، او يعني اجي مثلا وانا مسافر في اي طلعايه او في اي حته كده يعني طالعه في الطريق او حته تكون كوبري او اي حاجه فيها علو، تمام؟ ابص الاقي ان العربيه اخرها معايا 90 100، مش قادر اقرص بالعربيه، عمال ادوس على هي العربيه باظت ولا ايه يا جماعه؟ اشغل مثبت السرعه، مثبت السرعه كان بيديني احساس اعلى في السرعه او بيدوس دوسه جامده في السرعه كده، ابص الاقي بردك مثبت السرعه مش ظابط معايا اي حاجه ومش عارف اوصل لاي حاجه. قعدت على المشكله دي اسبوع، اقول يمكن مثلا البنزين، اغير البنزين مفاول منها، مش عارف الاقي، اقول يمكن مثلا البوجيهات، رحت غيرت بوجيهات، اقول مثلا لا العربيه في حاجه غلط. المهم قعدت دعبس وادور وكده، والمشكله عندنا في العربيه اللي كان مريحني ان اي مشكله تحصل في الموتور او في العربيه او في اي حاجه كان بيجي لي اللي هي لمبه التشيك، ساعات بتنور وتطفي وساعات تنور على طول، بعرف وبروح اكشف كمبيوتر وكده. رحت خدت العربيه وكشفت كمبيوتر، ابص قال لي لا ما عندكش حاجه ظاهره ومفيش اي مشكله، وبص على الموتور وبص على كل حاجه مفيش اي مشكله عندك. قال لي هو ممكن يكون عندك مشكله، يعني في حتتين ممكن تكون فيهم المشكله. اول حاجه فلتر البنزين، حاول تغيره، كان معايا فلتر شايله احتياطي، رحت غيرت فلتر البنزين وطلعت بمشوار بردك العربيه هي. بعد كده قال لي شوف الترومبه، كشفت على الترومبه سليمه ما فيهاش اي مشكله. طب اعمل ايه؟ راح قعدت ادور يمين شمال، قالوا لي لا ده انت كده المشكله عندك هيبقى عندك في الفديس، الديسك والاسطوانه في المشكله. زي ما انتم عارفين العربيه اللي معايا مانوال، فالمشكله قال لي في الديسك والاسطوانه. غيرت، رحت زي ما انتم شايفين جبت ديسك واسطوانه وفكيت وعملت وغيرت الديسك والاسطوانه وطلعت القدام. بعد كده لقيت المشكله موجوده، يعني انا دخلت في مصاريف زي ما بحكي لكم كده لغايه دلوقتي، دخلت في مبلغ حوالي 2000 جنيه، تمام؟ وجبت اللي هو الديسك الاسطوانه زي ما انتم شايفين كده، الديسك الاسطوانه ده كويس جدا اللي هو التركي، محترم جدا والناس كلها بتشكر فيه، حاجه محترمه جدا، وكان عامل بالظبط حوالي 1100 جنيه، والاصلي كان داخل في حوالي 2100 جنيه او 2200 جنيه. فانا قلت التركي ماله زي الفل، ركبته كان كويس بصراحه، بس بردك ما حلليش المشكله. المهم يعني فانا متابع جيد جدا لاستاذ عبد الواحد او الباشمهندس عبد الواحد اللي هو في السعوديه، ومتابع جيد جدا استاذ مصطفى حسن اللي هو بيعمل شويه تجارب وحاجات زي كده. فالمهم اتفرجت على فيديوهين ان انت المشكله لما بتلاقي العربيه في نفس الحاله اللي هي كانت عربيتي فيها بيبقى حاجه اسمها علبه البيئه. زي ما انتم عارفين ان انا ركبت عربيات كتير قبل كده، ودي سابع عربيه امتلكها بالنسبه لي، فاول مره اقع في قصه علبه البيئه دي. فانا ما كنتش عارف الموضوع ايه او ازاي او اي حاجه عن الموضوع ده. فالمهم تابعت الفيديوهات، تابعت استاذ عبد الواحد وده كلامه وادي الفيديو بتاعه. هل يمكن تنظيف او فك تنظيف الكاتلات الكونفرتر؟ بامانه انا ما جربت الامر بنفسي، لكني ما اشوفه انه منطقي. دورت في كثير من المقاطع والكثير من المقالات اللي بحط تينر مع البنزين ويمشي في فتره طويله، ايضا وجدوا انه ما صار اي فائده، بل صار في ضرر في تانك البنزين في الجلود تبع طرمبه البنزين. بعض الناس ايضا راح فك الكاتلات الكونفرتر وغسلها بالمويه والصابون برا وقال لك انه هي صارت افضل. انا ما اشوف انه هذه الامور فعاله وصحيحه، اصلا الترسبات قاسيه جدا وقويه جدا، صعب انك انت تشيلها بحاجه بهذا الشكل، تحتاج مواد فعاله تشتغل على فترات زمنيه عشان تعطيك نتائج جيده. وبعد كده اتفرجت يلي على طول استاذ مصطفى حسن وقال ان انت المفروض تجيب الماده دي، وجاب الماده وبص الفيديو بتاعه ان هو بيتكلم عن الماده وتنظيفه ومش عارف ايه وكده. اي تغيير لحد ما خلص في العبوه الثانيه كده؟ انا خلصت
تنظيف والمحرك شغال والسياره سخنه، هلف واستنى لحد ما المراوح تشتغل علشان اضمن ان درجه حراره التشغيل زي اول مره. دلوقتي المراوح اشتغلت، هنزل تحت العربيه وهي شغاله علشان اقيس درجه حراره علبه البيئه. التلت الاول مسجل 71 درجه مئويه، والتلت الوسطاني مسجل 62 درجه مئويه. المفاجاه كانت في التلت الاخير اللي دايما بيكون فيه الكتمه، مسجل 73 درجه مئويه. الارقام اللي قدامك دي بتقول فعلا علبه البيئه كانت مكتومه وبتسخن، والمنتج بالفعل قدر ينظفها من الداخل وبقت ابرد. وبالدليل العلمي نرجع نشوف البوابه اللي كنت شغال عليها بالمنتج، وهتلاقيها نضفت بشكل كويس جدا. لان واقتنعت بصراحه، بس انا يعني انا متابع جيد لده ومتابع جيد لده، بس المشكله كلها ان انا برضك مش عارف الصح فين، وشفت فيديوهات تاني برضك كتير، فهم دول اكتر ناس انا متابعهم. فالمشكله كلها مش عارف برضك احكم او اشوف، بس انا يعني جربت كذا تجربه لاستاذ مصطفى حسن كانت كويسه جدا ويعني حاجات معقوله، بس اول مره اجرب له بقى وهو بيعمل اعلان، وجبت الماده ونظفته وعملت زي ما هو عمل بالظبط. ابص بقى تاني يوم امشي بالعربيه، قلت يعني سمعت فيديو قبل كده برضك لحد سعودي كان بيقول ان انت بتمشي بالعربيه 20 كيلو، مشيت بيها حوالي 200 كيلو مفيش اي جديد. العربيه بتساقط اكتر اكتر في اكتر في اكتر، العربيه ساقط خالص، العربيه بقت وحشه جدا، انا مش عارف امشي بيها على الاولاني او على التاني او على الكلام ده، مش عارف امشي بالعربيه. العربيه اتدمرت، بحس ان العربيه بتكح، العربيه تحس ان بقت مره واحده كانت عربيه شابه بقت راجل كبير مش قادره تمشي. المهم رحت فكيت وعملت، لقيت ايه بقى المصيبه الكبيره في التجربه الزباله دي، اللي هي تجربه زفت يعني محدش يحاول يجربها نهائيا، الموضوع التنظيف ده تمام، ان انت لقيت البوجيهات متدمره، الماده دي دخلت بتخش لما تحطها في البوابه زي ما انتوا شفتوا بتبوظ المجرى كلها وبتخش على البوجيهات بتدمرها. يعني المفروض اللي عمل الفيديو يقول ان هو مثلا عمل الفيديو عشان ياخد فلوس واعلان للشركه وكده. طب انت يعني اعلان، في ناس ما شاء الله عندك ناس معديين المليون بيتفرجوا عليك وبيثقوا في كلامك، فالمفروض ان انت عشان ثقه الناس اللي هي بيثقوا فيك دي المفروض تكون عامل حسابك للكلام ده، وتقول ان مثلا يا جماعه بيحصل حاجه في البوجيهات غيروا البوجيهات. في حد تاني سمعته سعودي قبل كده برضك قال ان انت بتغير الزيت، وانا كنت ساعتها كنت لسه مغير زيت وبوجيهات، غيرت زيت وبوجيهات تاني تمام، وبعد كده لجأت للحل اللي انا ما كنتش عاوز الجأ له في الاخر خالص عشان علبه البوجيهات لقيتها ان هي غاليه جدا، فانا ما عنديش مقدره حاليا ان انا اجيبها، فده الحل المؤقت لغايه ما نجيب علبه البيئه. ايه الحل ده؟ ان انا رحت لحد بتاع شكمانات وخليته فك علبه البيئه كلها اللي هي بتبقى في الفيات تيبو فوق تحت الفرن على طول من قدام كده في الموتور، ورحت فكتها وفتحنا فيها زي حته كده وطلعنا الفحم اللي فيها تمام، وقفلناها تاني وركبناها. طلعت بالعربيه لقيت العربيه ما شاء الله، العربيه اتحولت لتربو، العربيه ما شاء الله بعد ما نظفت علبه البيئه دي انا اتخضيت من العربيه، العربيه ما شاء الله بقت احسن من الاول يعني. وبرضك سمعت فيديو قبل كده لناس كتير بتتكلم ان انت لما تنظف علبه البيئه دي العربيه بتزيد 2 حصان، ففعلا العربيه زادت 2 حصان، بس هي فيها مشكله بسيطه ان هي معدل البنزين للناس اللي بتستهلك كتير وبتمشي كتير معدل البنزين بيعلى حاجه بسيطه، هفوه بسيطه، حاجه بسيطه جدا بس، لكن العربيه ما شاء الله ورجعت احسن من الاول وبقت 10 على 10، والحل كله ما كلفنيش 200 جنيه. بس انا طالع بتكلم في الفيديو ده عشان بصراحه انا كنت بثق في ناس وطلع ان كلامهم عشان بيعملوا اعلانات وبيعملوا الكلام ده كله، فطلع ان كل ده كلام فاضي. بحب ابعت رساله بسيطه لاستاذ مصطفى حسن، ان دلوقتي في ناس كتيره ما شاء الله بتتابعك، عندك ناس كتير، فالمهم المفروض انت راجل بتعمل تجارب وبتعمل حاجات بسيطه جدا، فلو حبيت تعمل اعلان او تاخد فلوس او تتكسب من الموضوع ده مفيش مشكله، كل الناس بتعمل كده مفيش اي مشكله، بس هي القصه كلها لازم تتاكد من المعلومه اللي انت بتضيفها للناس. في ناس كتيره بتتابعك وفي ناس كتيره بتتعشم في كلامك وبتقول يعني بتصدق كلامك وبتعمله بدون مناقشه زي ما انا عملت تمام، وبيحصل لها مشاكل كتير. انا عرفت من ناس كتير ان المواد دي او الحاجات اللي بتحط دي بتحط نظافة في الاول لكن مش لما المشكلة تحصل، فانت لازم تعقف الفيديو بتاعك او لازم تعيد الفيديو بتاعك ده تاني وتوصل المعلومة صح للناس، عشان خاطر كده بجد بجد المعلومة كده يعني بتضر ناس كتير. انت كده مش بتنفع، انت ممكن تكون الفلوس اللي اكتسبتها من الموضوع ده تبقى فلوس حرام، عشان كده انت ضريت ناس ما نفعتش ناس، فلازم توثق المعلومة وتحط النقط على الحروف عشان في ناس مش فاهمة اي حاجة في اي حاجة. وده بس للأمانة يعني، أمانة لازم تعمل الكلام ده. وانا عادي انا كنت ناس من متابعينك، بس انا عن نفسي حاليا مش هثق في اي حاجة انت بتعرضها او اي منتج انت بتقول للناس استعملوه.
بس عشان انا اتدبست وصرفت فلوس كتيرة جدا وفي الاخر طلع كلام فاضي كله. وانا للأسف كنت من الناس اللي بيثقوا في الناس اللي بتتكلم وخلاص، انا ما كنتش عارف اي حاجة في اي حاجة. فالمهم انا حبيت اعمل الفيديو ده توثيقا بس للمعلومة ان في ناس كتيرة بيحصل معاها المشكلة دي ومتعرفش اي حاجة عن اي حاجة بس. فالمهم اهم حاجة بقى لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.